بسم الله الرحمن الرحيم. Our lesson today, Median of Triangle, follow, part 2. Complete the following. In triangle ABC, if D is a midpoint of BC, then AD is called, طبعا خدنا التعريف في الحصة اللي فاتت, Median. The number of medians of a triangle is, طبعا أي triangle لازم has 3 medians. The point of concurrence of medians of triangle divides each median in ratio only from the base, يبقى 1 to 2. The point of concurrence of medians of triangle divides each median in the ratio of from the vertex, يبقى 2 to 1. The point of intersection of medians of triangle divides each of them in the ratio, بس هنا كتب لي 2. طيب قال لي from the base, from the base يبقى ده الصغير ده 2. طب ده قده مرتين يبقى اكيد ده هيكون 4. افرض كتب لي 3 يبقى هنا 6. In the opposite figure, جاب لي رسمة triangle اهو وجاب لي medians وهيطلب مني المطلوبات دي. عايز اول شيء الام اي, الام اي ده ب 3 يبقى ده ب 6. طيب هنا جاب لي ال 8 كبير 8 يبقى اكيد ده ب 4 اهو ادي 4. عايز الام اي, الام اي عايز الام اي ايكوال الاي اي, الاي اي كلها احنا قلنا الجزء الصغير من الكبير يبقى 1/3. طب انا عايز الام سي قد ايه من الام دي, كبير من ده من الكبير من الميديان كله يبقى 2/3. جاب لي مساله ودي مساله اختبارات, ال زد ايكوال 15 وواي ام كذا. في الاخر هيجي يقول لي فايند ذا بريمتر اوف تريانجل ان ان ال واي, عايز البريمتر ده. طيب يلا نشوف كده مع بعض. اول شيء ال زد, ال زد بكام؟ ال زد كله 15. طب انا عايز الصغير وعايز الكبير. الصغير يبقى انا هعمل ديفايد 3 يبقى ده 5. 5 يبقى ال ان ال ب 5 اول واحد جبته. طيب قال لي الواي ام, الواي ام وير از واي ام؟ واي ام كله 18 يبقى 18 ديفايد 3 ايكوال 6 يبقى ده ب 12 18 تو ثيردز ايكوال 12 اهو. طيب جاب لي الاكس واي, الاكس واي كله ب 20 يبقى ده ب 10 وده ب 10 يبقى هنا ب 10 ادي 10 وادي 10. طب انا عايز البريمتر, يبقى البريمتر اوف ان واي ال ايكوال 5 بلس 10 بلس 12. 5 بلس 10 بلس 12 ايكوال 27, يبقى البريمتر ايكوال 27. In the opposite figure, if D is a midpoint of AB, E is midpoint of AC, برضو دي مسألة اختبارات. طيب هيقول لي هات البريمتر اوف بي ام سي اللي هو بالاصفر ده بي ام سي. طيب يلا نجيب ده بكام يا شباب؟ 3 يبقى ده بكام؟ 6. ده ب 3 يبقى ده ب 6. طيب ده بكام؟ 4 يبقى اكيد ده بكام؟ ب 8. طيب عايز ايه بعد كده؟ ده ب 6 وده ب 8 وده ايه؟ هيكون هو قاله لي ب 4 الدي اي ب 4. يبقى عايز البريمتر يبقى 6 بلس 4 بلس 8 ايكوال 18. كده نكون انتهينا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.